ضمن برسم الدور الثاني لمباريات المؤهله الى السد، بمعنى ان اليوم عرفنا ثلاثه فرق اللي يمكن تنافسوا من اجل الصعود. كيف شفتوا؟ شفنا مباراه جميله وجميله جدا، كانت متكافئه، شفنا فيها روح رياضيه كبيره وكبيره وعاليه بزاف، ديك الروح الرياضيه ديال المباراه اليوم، شفنا الجماهير، شفنا التحكيم حتى هو كذلك في المستوى اللي ناكد دائما الفائز كيكون معاه واحد الجانب ديال الحظ. الحظ اليوم كان الى جانب فريق شباب ترقيس، استطاع انه يسجل الهدف دقيقه 25 من الشوط الاول. شفنا كذلك رد الفعل ديال سجل اللاعب حسن الشهوني، حسن الشهوني اللي سجل الهدف بعد واحد لاعب متمرس ولاعب عنده تجربه وخبره، يعني عندهم كاين تجربه. وشفنا لان كي جاتو الكره قذفها، يعني ما ترددش.